بالحسن قلت حاضر الشدد بنتك أنا وضحت بالعظيم الأشد بويا يا بالحسن قلت حاضر الشدد بنتك أنا وضحت بالعظيم الأشد احضر احضر إلي ما بقى لي أحد احضر احضر إلي ما بقى لي أحد لا حسيني. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم. إي والله من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلمة والرداء والغريب المذبوح بكربلاء يا أبا عبد الله يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات قبور بكوفان وأخرى بطيبة أولي عليكم يا آل بيت رسول الله الصارب آل النبي مشردين مشردين قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي أي والله لا يقول قفا 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 يا قفا نسل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم
والصلوات فاطم تون وتجذب الونا خفية ليل ونهار تصيح بدموع جري. هاي المعصومة تتنى يمتى بس تشوف أخيها علي بن موسى فاطم تون وتجر الونا خفية ليل ونهار تصيح بدموع جري تبكي على فراق الأخو برض المدينة وتصيح لعدة فرقا وبيني والفارق أهله وعزوته الله يعينه. ويا الزيارة الليلة شلون نزور المعصومة بهاي القراية اللي من قع قلبك والفارق أهله وعزوته الله يعينه. والدار من بعد بقات ظلمة وخلي بعد الأخو يا ناس وش اللي جرالي متفطرة كبدي عقب غيبة الوا أثار الأخو عند الأخيت يا ناس غالي الله يردك يا الأخو سالم علي ما بين هي في المدينة تجر حسرة كتاب الأخو جاه وحثت على المسرة كل أملها تشوف شنو أمنيتها هي اللي خلاها تطلع هاي الطلعة كل أملها تشوف الأخو والقلب جمرة ودها تشوف قبل ما تجيها المني أو قطعت هاي الدرب الطويل كل المعصومة من المدينة إلى خراسان قطعة أودية قطعة جبال شاعر شي يقول طرت هالفيافي هالفيافي وجتني معصومة اسمع هالبيت هذا ولي طرت هالفيافي وجتني معصومة لكن مو مثل زينب تقوم وتقع بالحامة من أطري لك زينب قلبك يرجف هنا قلبك ما يستقر إذا يسمع زينب طرت هالفيافي وجتني معصومة معصومة مو مثل زينب زينب تقوم وتقع بالحامة الجمرة اللي بقلبها على أخوها الرضا خلاها يصير ما يصير بيها إلى أن تصل إلى أخيها منيتها تشوف الرضا يقولون العلاقة البيان المعصومة والرضا كعلاقة زينب والحسام هاي أمنيتها تشوف منه الرضا
وهاي بعد ما جرى ما جرى على الحسين رايدة تشوف أبو علي حتى لو ذبيح حتى لو على قبر. لذلك الصورة شلون صارت؟ يا حسين جيت شلون جاي يأشرون يا ابن أمي علي ويقولون هاي 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 الهاشمية محتارة وتطر جيوش أمية. هاي البداية. أرد أشوف الجمرة بقلبك بداية المجلس حتى الختام شلون؟ اي محتارة وتطر جيوش أمية أنا عتبي على راعي الحمية عباس خويا قوم ليا ليا خويا يردون ياخذون سبية. هي والناس تتفرق يا ويلي تتفرج علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين يا رب العالمين. ورد عن سيدنا ومولانا صادق القول جعفر بن محمد إن لله حرمًا وهو مكة وإن لرسول الله حرمًا وهو المدينة ألا إن لأمير المؤمنين حرمًا وهو الكوفة ألا قم الكوفة الصغيرة ألا إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم اللهم ارزقنا زيارتها في العاجل القريب يا الله وفي الآخرة شفاعتها. عظم الله أجري وأجوركم مؤمنين مؤمنات وأحسن الله لي ولكم العزاء في مجلسنا هذا وهو باسم فاجعة سيدة النساء فاطمة بنت محمد. اللهم صل على والسيدة المعصومة فاطمة بنت موسى.
اللهم اجعل هذا المجلس نافعا لنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فاطمة المعصومة، وما أدراك ما المعصومة، غنية عن التعريف. وكون مجلسنا يعني بالحال الطبيعي ضيق، كون نذكر مصرع المعصومة ومصرع الزهراء بأبيه وأمه قد ما نقدر نختصر. فاطمة المعصومة ولدت في اليوم الأول من شهر ذي القعدة سنة 173 من الهجرة. أبيها باب الحوائج، إي والله باب الحوائج، موسى بن جعفر الكاظم. ما يستاهل صلوات إمامك؟ وأمها تكتم، هذه الطاهرة، هذه العظيمة، السيدة فاطمة المعصومة بأبي وأمي. لقيت بالروايات يعبر عنها عالمة آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا العلم اللي كانت تحمله فاطمة المعصومة سلام الله عليها كانت تحدث شيعة آل البيت ليلا نهارا عن فضائل علي وصي محمد. ولا أشك بل على يقين قاطع أن المرتبة اللي جعل فاطمة تصل إليها هاي المنزلة وهاي المرتبة معرفتها عن مقامات محمد وآل محمد. والدليل وين؟ الأئمة لما يسألون أي شيء بعد المعرفة شو يقولون الأئمة؟ ولا شيء بعد المعرفة، ماكو شيء بعد المعرفة فينا، ماكو شيء. فمعرفتها بمقامات ومراتب آل البيت جعلها تصل وجعلها تنال ما نالت من المراتب ومن السمو ومن القدر التي جعلها الله تبارك وتعالى لها إلى يومك هذا بأبي هي وأمي. يذكر السيد المرعشي النجفي أيام ما كانوا يجون الشيعة أيام الحج، وكانوا يحملون الحقوق وعدهم مسائل كثيرة حامليها وياهم حتى يوصلوها إلى الإمام الكاظم. صادف بهذا الوقت اللي إجوا الإمام الكاظم مو في المدينة، كان طالع، فإجوا إلى دار الإمام، طرقوا الباب، خرج أحد الغلمان فقالوا إحنا عدنا هاي المسائل وعدنا هاي الحقوق وعدنا ما عدنا حامليها حتى نلاقي إمامنا. فقيل لهم إمامكم مو موجود، مسافر طالع. فهؤلاء صابهم الهم الكبير والغم الكبير، قاطعين هاي المسافات شهور أيام ليالي وديان على مود نلاقي الإمام، أو عدنا ما عدنا اليوم ما نلاقي. السيدة المعصومة وصل لها الخبر إن هؤلاء صار بيهم ما بيهم من الغم وكذا وهاي حاجتهم، فقالت لهذا الغلام جيب ما عدهم من المسائل جيبها. راح قال أكو من يجاوب على مسائلكم؟ أكو. منو؟ قال أكو بنت من بنات موسى بن جعفر. هؤلاء أخذوا
سلموا هؤلاء المسائل، لكن باقي في صدورهم شيء من شنو؟ من الشك. احنا جايين حاملين نيابة عن شيعة آل محمد ببلدنا حتى نعطيهم على يقين قاطع أن هاي الأجوبة منو اللي أجاب عليها؟ إمامكم المعصوم الحجة عليكم. هسا احنا على يقين ندري الإمام مو موجود، شلون احنا كذا؟ أخذت الأجوبة المسائل وأجابت عليهم المعصومة بأبي وأمي، سلمت الغلام أخذوها مشوا. طلعوا من المدينة بطريقهم تلاقوا مع نور الإمام موسى بن جعفر. بأبي هو وأمي، فرحبوا بالإمام، استأنسوا بملاقات الإمام. يا ابن رسول الله احنا اجينا وعدنا ما عدنا وحتى نشوفك ونتلاقى وياك وكذا، هالمسائل عدنا الحقوق، وطرقنا بابك طلع لينا غلام وقال اكو من يجيب، واظن واحدة من بناتك اجابت على هاي المسائل، لكن كون تشوف صح مو صح، هالاجوبة بمحلها مو بمحلها، قال ناولوني. ناولوا الامام هاي المسائل، الراد لها مو اي صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخذها الامام قام يطالع سؤال بعد سؤال سؤال. هم يقولون هؤلاء شيعة الامام، يقول شفنا الامام موسى بن جعفر بأبي وامي كل ما يمر على جواب من الاجوبة يبتسم ويقول فداها ابوها. الإمام بمنزلته والعصمة اللي وياه، من السهل يقول فداها أبوها؟ من السهل؟ لا، إلا لأنها ويش؟ الكفء بأبيه وأمي، كفء لذلك فداها أبوها. ها مولاي أكو تعليق أكو شيء شنو؟ اسمع هاي اللي راد لها مو أي صلاة. فقال لهم إنما هذا جواب إمامكم. لو كنت موجود بالدار جاوبت مثل ما جاوبت المعصومة. عالمة يو لا؟ شنو انطاها هذا كله البيان هذا منين؟ لأن معرفتها اللي بصدرها وبصيرتها بمقامات آل محمد يوصلها لهذا المنزلة وأعلى. المعرفة، المعرفة توديك إلى أماكن وراء الحجب ما تتصورها، ما يوصلك إلى هذا المقام إلا معرفتك بمحمد وآل محمد. تعال شوف شو يقول الإمام الصادق هنا حتى ما أبخس كلامه بأبي وأمي. يقول إن لله حرما وهو مكة، للرسول حرما المدينة، لأمير المؤمنين حرما وين؟ الكوفة، ولنا حرما وهو بلدة قم، وقم هي الكوفة الصغيرة. ألا إن للجنة ثمانية أبواب، منها ثلاثة، منها ثلاثة إلى قم، هاي ثلاثة أبواب من الثمانية مخصوصة إلى بلد إلى قم، تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة سلام الله عليها. هي هاي فاطمة شنو منزلتها عند الله تبارك وتعالى وحقها؟ تدخل بشفاعتها شيعتي جميعا الجنة. حتى تعرف مقام المعصومة عند الله ويش، اسمع كلام إمامك اللي ما يأتيه الباطل لا بين يديه ولا من خلفه بأبي وأمي. يقول حق المعصومة عند الله لو أنها تقسم على الله هي بس الوحدها، ما يحتاج يدخل أمير المؤمنين لا الحسن، يعني مو مؤمة مو معصومين، هي سلام الله عليها تقسم على الله
أن بشفاعتها بحق عليك يا رب إلا ما أدخلت شيعتنا جميعاً الجنة يدخلهم بحقها عليك كلهم. إيش وصلها؟ المعرفة. لذلك قول حق ذاك البعيد لا تكسر ظهرك تشك في آل البيت لما تسمع رواية، ها؟ المشكلة بوعائك، القلوب شنو؟ المشكلة بوعائك، العيب بيك مو بالرواية. ما تتحملها نصيحة إلك، ما تتحملها خليها، ما تتحملها خليها. أما تتجاسر على مقام الإمام، منو أنت؟ منو أنت؟ أنت ش ما تسمع وش ما تقرأ إلى الآن، معرف ما عرفت حق ذرة من مقامات محمد وآل محمد. شوف يقول الإمام الصادق: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. ليش صار إلها معرفة؟ لأنها هي عندها معرفة بمقامات آل البيت. هنا من زارها عارفا بحقها فله الجنة. الرضا شو يقول؟ من زار أختي المعصومة بقم فله الجنة. شو يقول الجواد؟ كلها شهادات أئمة معصومين. الجواد: من زار عمتي بقم فله الجنة. شنو بعد؟ اسمع هنا، المعصومة اسمها فاطمة، وأشهر لقب ليها يعرف بها هي شنو؟ أحسنتم، المعصومة. لكن أكو لقب آخر ليها وهي كريمة آل محمد. هاي سر شنو؟ سر هذا وين؟ السيد المرعشي كان يتوسل بدعاء وبذكر معين لمدة 40 ليلة، وهذا التوسل وهذا الذكر مطلبة يريد يندل قبر الزهراء وين؟ هذا القبر المضيع، يندل قبر الزهراء وين؟ ليلة 40 آخر يوم بعد ما أتم الذكر والتوسل والدعاء وكل ما عنده، رأى الصادق بالمنام، رأى الإمام، فقال له: عليك بكريمة أهل البيت، كريمة آل محمد. قال له: يا ابن رسول الله، أنا مطلبي من هذا الذكر، من هاي مناجات، من هاي التوسل والقضية هاي والأمر مال 40 ليلة، أريد أندل وين قبر الزهراء فاطمة، قبر أمنا مكسورة الأضلاع لأبي وأمي. قال له: أما هذا الأمر فهو مخفي عن جميع شيعتنا، لا يعرف قبرها إلا قائم آل محمد. لما يطلع قائم آل محمد هو راح يندل قبر الزهراء بأبي وأمي، فهو مضيع عنك وعن كل شيعتنا. ولكن إذا أردت، اسمع هنا اللي راد لها مو أي صلاة حتى احنا نكتب معه، إذا أردت أن تنال ثواب زيارتك لقبر الزهراء فعليك بزيارة قبر فاطمة المعصومة ببلدة قم فهي كريمة آل محمد. يا أبا صلواتكم الليلة عجيبة غريبة والله. حتى تنال مطالبك ومرادك وكل ما عندك ثالثة لكن أعلى. آخر شير دختم بي كرامة من كرامات المعصومة، مو يصير أنزل وما تسمع كرامة؟ من كرامات المعصومة سلام الله عليها، أكو واحد من بغداد عنده أم مريضة
وأخذها من بغداد إلى قم. هاي الأم اللهم شافي كل مريض، الطبيب وصف لها علاج، إن هذا العلاج ما تنقطع عنه ما تعيش إلا به، وهذا العلاج غالي الثمن والوضع المادي مالهم جدا ضعيف. فهذا الابن صار وضع بهم وغم، يريد الأم هاي تعيش وياه زيان، إذا تعيش وياه منين يلبي ومنين يوفر هذا العلاج وغالي الثمن، وصار بحيرة. قال مالي إلا المعصومة، أخذها وقصد وصل. يقول خليت العلاج برا الحضرة ها، ودخلت وصلت أمي عند الضريح عند الشباك، أنت تصور الشباك الآن يمك بقلبك واطلب مرادك. يقول أنا وصلت يم الشباك، أحكي وياها بلهجتي بلغتي طبيعتي، قلت سيدتي أيتها المعصومة، نحن في العراق إذا أردنا شيء، عندنا حاجة صعبة، عندنا مريض، عندنا ها، عندنا هم، كل شنو ما عندنا، نقصد أبيك باب الحوائج ونطرق بابه وما يخيبنا، ما نرجع إلا ومرادنا ويانا فرحين مسرورين. اللي يقصد آل بيت رسول الله بشي يخيبوه حاشاهم، بأبي وأمي أبدا، ليل نهار تصيح ما خاب شنو من تمسك، التمسك تعرفه شنو، درجات مراحل مو حكاية. فإحنا وصلنا لك الآن، أو أمي بيها ما بيها، وهذا العلاج قد صعب علي وما أدري شلون أوفر وكذا، مطلبي أيتها المعصومة، أيتها المعصومة أن تشافين وتعافين هذه الأم. يقول والله ما رجعت، هاي بكتب موثوقة، يقول والله ما رجعت إلى العراق إلا وتركت أمي هذا العلاج، وعاشت ما عاشت من دون هذا العلاج سالمة غانمة. هسه إذا بمجلس مريض بويا خلها إلى ثانية. الأكبر حاجة صعبة، الأكبر حاجة صعبة والأكبر مريض، ثالثة بأعلى أصواتكم وين ما قاعد. هذه المعصومة بأبي وأمي قلبها كان كالجمر تنتظر يمتى تشوف أخيها الرضا، فعزمت على الرحيل من المدينة، أخذت معاها الخدم والغلمان، وعزمت أن تسافر إلى خراسان. هنا أكو أكثر من رواية تبين شلون ماتت المعصومة بأبي وأمي. المشهور أنها ماتت قبل أخيها الرضا، الإمام مات سنة 203 من الهجرة، هي ماتت سنة 201 من الهجرة سلام الله عليها. القضية رواية تقول أنها وصلت إلى قم، وما وصلت إلا وهي مريضة، فلم تتحمل تعب ذلك السفر والطريق الطويل، فماتت سلام الله عليها بعدما أن وصلت بيوم بيومين بثلاثة بأبي وأمي، مرضت في طريقها. رواية أخرى تقول لا، دسوا لها السم سلام الله عليها، لأن المأمون مذ أن سمع أن أكو أخت للإمام الرضا قادمة إلى خراسان مشتاقة، قلبها جمر على أخيها الرضا، فقال جهزوا ليها سم واقضوا عليها حتى ما تقلب علي الوضع ويصير حالي كحال زينب. شنو سوت بالشام زينب؟ شنو عملت؟ هؤلاء آل البيت ونعرف شنو قوتهم، شنو طاقتهم، شنو منطقهم، شنو كلامهم، فأقضوا عليها. وأيضا يقولون ما إن وصلت إلا أنها رأت الرايات السود والحزن والبكاء، فسألت ما الخبر؟ فقيل لها لقد مات علي بن موسى الرضا. ولكن الأشهر كما قلت أنها مرضت في طريقها ودسوا لها السم،
فبقيت في دار أحد كبار شيعة آل محمد في قم يوم يومين أيام معدودات، وقضت نحبها مسمومة غريبة. صح ونادي وسيدتها وفجعتها، يا شلون أروح إلى بضعة النبي، إلى الزهراء، إلى فاطمة؟ إذا المعصومة من اشتياق ماتت، لو سمعت خبر على الرضا ماتت، لو من سم ماتت، فما بالكم بمن سطروها على عينها. حزتكم الليلة عاد، ما حشمك ما حشمك انت والجمرة اللي بصدرك، عاد تتصرف بكيفك. فما بالكم بمن عصروها بين حائط وباب. أنا علي القراية أنت عليك الصرخة. فما بالكم بمن أنبتوا بسمارا بصدرها. تتحمل هذا؟ فما بالكم بمن أسقطوا لجنين ذاك المسمى محسن. فقال اي وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيت والحجاب، فمذ روى عصروا عصرا. كادت بنفسي أن تموت حسرة، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسن. هذا آخر شيء وأروح المصرع الزهراء. فما بالكم لما وقف قنفذ إما عند فاطمة. ارجعي، من قال لك أرجع وعلي مو وياي؟ قالت لا أرجع إلا بعلي. يا علي يا حجة ابن الحسن، شلون أقدر أحكيها؟ لكن أنتم أمرتونا نحكي نبكي شيعتكم، شيعتكم الخلص اللي قلبها جمر عليكم، لكن نظرة ليهم مقضى حوائجهم، يستاهلون والله شيعتكم، كفوا شيعة. نعم، وإذا بقنفذ رفع صوته يا علي، أخذ يورم فاطمة بصوته حتى أدماها وسقطت على الأرض. يا أمر على عبد ضربني، يا ضربني، يا من ضربة للقاع ذبني، يا ذبني ذبني، لن كسر قلبه ولا رحمني. بويا من الناس ما واحد حشمني، لما جلست عند أمير المؤمنين نمت غليلا، فرأيت أبي في المنام وهو يقول الوحى الوحى، العجل العجل فاطمة، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، وأنت أول أهل بيتي لحوقا بي. لما سمع عليا ذلك لطم ينادي وويله، وفجعتي أوصته على عيالها على بناتها. القضية طويلة،
لما أرادت تختم وصاياها قالت لعلي ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات ولا تشهد هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا بجنازتي وقبري وبعد ولا تغسلني يا علي. إيه ليش ما غسلك؟ قالت أنا طاهرة أنا مطهرة. قال ليها مو بس أنت طاهرة أنت معدن الطهارة أنت أصل الطهارة ما أكو آية نزلت بطهارة إلا وبيج فاطمة لكن أنا هنيالي أغسلك. قالت تراني طاهرة لو غسلتني. ما أدري أكمل أيوه لا ما أعرف. تراني طاهرة ولا غسلتني أريدك لا تجس ظل عيومتني. هنا القضية. يا ويلي ومتني أخاف يذوب قلبك لو شفتني. يا علي لو شفتني وخل ثوبي علي ليت وخر أريد ونا حتى بدأ المصرع أي وخل ثوبي علي يا بليت وخر عند ذلك يوم الذي ماتت فاطمة كان علي وأولاده في المسجد أسماء عندها قالت لا أسماء أنا داخل إلى حجرتي أقرأ القرآن وأصلي ما دمت تسمعين صوتي فهي الحياة وإذا انقطع صوتي فاعلمي أني لحقت بأبي. بديت مصرع جاهز بوية للصرخة جاهز للوعة. تقول أسماء بينما أنا كنت أعد الطعام لأولاد رسول الله وأنا أسمع الزهراء تقرأ القرآن وما أحلى القرآن من صوت فاطمة بينما أنا كذلك وإذا بي لم أسمع صوت فاطمة. الويل ثم الويل يعني مصيبة يعني فاجعة. قلت لا لا مدة ما نايمة كل يوم تتلوى الزهرة عدها ألم عدها لوعة بالضلع عدها بسمار عدها إسقاط عدها سطرة عدها ما عدها لا تعبانة ما نايمة بل كتحصلت فرصة تنام خليها تقول مدة طويلة وما رجع صوتها. آخ قلت لا من التعب أخذت فترة طويلة مو عادة مو عادة تقول وصل قلت يمكن قاعدة تقرأ لكن مقصرة صوتها تقول جيت هنا خل شلون اسمع الصوت زين ما زين جئت عند باب حجرة فاطمة وضعت مسامعي على الباب ولم أسمع لها صوتا طرقت الباب فاطمة يا بنت النبي لم أسمع جوابا حبيبتي يا زهراء لم أسمع جوابا يا بنت النبي يا أم النبوة لم أسمع جوابا. يلا صرخة زلزل المجلس بوي هاي بيت رسول الله. فتحت الباب وإذا بفاطمة ممددة على مصلاها والرداء على وجهها حركتها لم تتحرك كلمتها لم أسمع جوابا وإذا بفاطمة ميتة. رحم الله من نادى وسيدته وفجعته. مصيبة الزهرة شايدة يصير أنزل ما أقعد هاي الزهرة هاي الزهرة
هاي بيت رسول الله، هاي أم النبوة والإمامة فاطمة. فاطمة وما أدراك ما فاطمة. وإذا هنا أسماء ظلت تبكي عند الزهراء، حست الباب فتحت، وإذا بأولادها حسن وحسين إجوا، طلعت بسرعة أغلقت الباب، وإذا بحسن وحسين. أسماء أمنا وينها؟ وين أمنا؟ أمكم نايمة. وما ينيم أمنا بهاي اللحظة، حزت عبادتها، قرآن، دعاء، صلاة، مطمئنوا. دخلوا فتحوا باب الحجرة، شافوها نايمة متمددة، الرداء على وجهها، الوضع يخوف. الحسن ظل يحركها، ما تحركت، حسب المصاب ما راد يروعها. أسماء تريد تبعدهم، حسن أمكم نايمة تعبانة خليها. قال لا لا أسماء ابعدي عنا، احنا نعرف حال أمنا، وضعها الآن مو نايمة مو نايمة، احنا نعرف حال أمنا. حركوها، ما تتحرك. أنا حسن، ما ردت عليه. التفت للحسين قال له أبو علي أنت عزيزها. يا أبا منو يسمع حسين وما يبكي عليه؟ أبو السجاد خويا، ها خويا أبو محمد. قال له أنت إذا تحاجي الزهرة لو بيها ما بيها والله ترد عليك، حتى بس أقطع الوضع من الآخر شنو حالها حاشيها. قال أمّا أنا عزيزك الحسين، ما ردت عليه. قال أخي لقد ماتت أمنا فاطمة، قوموا بسرعة روح العلي. طلعوا راحوا مسرعين إلى المسجد، يقومون ويقعون. الأمة شبيكم يا أولاد النبي، تذكرتم جدكما فبكيتما؟ قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. دخلوا على علي، هسه ما يبكي يسمع. علي قال عباب خيبر تعرفه أنت بعد، علي ما يهز شيء، كان قاعد. دخل شاف وجه الحسن مقلوب، والحسين حالة مو طبيعي. قال له شبيك حسن؟ التفت الحسن على الحسين، يعني أنت جاوبه. قام الحسين والتفت على الحسن قال له أنت أخويا الأكبر، قل له. اجا ورمى بنفسه على أبوه، قال له أبا لقد ماتت أمنا، أمنا فاطمة. يقولون يوم اللي مات النبي وسمع الخبر، وكان قاعد يمه بعد، قاعد يمه أمير المؤمنين، بس ما فاضت روح النبي صاح علي لقد انهد ركني. يوم ماتت الزهرة ايش قال؟ لقد انهد ركناي، الركنين راحوا. بعد المصيبة العظيمة وين؟ كان قاعد علي يوم سمع الخبر يريد يوقف ما قدر، قال وقفوني وقفوني، حالي ما بي حال أوقف. اللي يفقد حبيب ينهد حاله شيعي، الله لا يفجعك بحبيب. قام علي بالقوة يجر روحه، وصل إلى الدار، دخل هو عد راسه، الحسن على يمينها، الحسين على شمالها، زينب عد صدرها. ذاك يبكي، ذاك ينحب، هاي ضمها، وذاك يبوسها. أنا الحسن، أنا الحسين. يقول علي سلام الله عليه، والله لقد رأيت فاطمة حنت وأنت وفتحت باعها وضمت الحسنين إلى صدرها. وإذا بي أسمع بهذا النداء، أريد الحسينية كلها، وين ماكو موالي قاعد يقرأ وياه يصرخ مع الصرخة هاي اللي بالسماء. وإذا بمناد من السماء ينادي يا علي، ثلاثا شيعي ثلاثا، يا علي يا علي، ها ارفعهما من على صدر أمهما، لقد أبكى يا ملائكة السماء. بالقوة سلاهم علي، بالقوة قدر يرفع أولاده وحملها وخلاها على المغتسل، وقام يجرد الثياب من بدنها الطاهر. وإذا بعلي سلام الله عليه ترك الجسد، راح بزاوية، انفجر بالبكاء. أسماء اجت قالت أبرد أعرف هذا الصوت، البكاء صوت علي؟
ما يصير. علي أمر الكون بالصبر هسه يجزع. قلت سيدي وتأمرون بالصبر وتجزعوا؟ قال أسماء لا تلوميني إن الصبر على فاطمة العزيز. إيشان؟ قال أسماء بينما كنت أغسل فاطمة مرت يدي على صدرها. اسمع هالكلمة العبارة. فخفقت يدي خفقة فحسست بأضلاعها المكسرة. لهنا أختم حتى باكر ختام مجلسي أكمل مصنع الزهرة وتصير عندنا ليلة باكر ليلة الوحشة. لكن لهنا أختم. هنا هاي ما قدرت يا علي ضلع واحد يا علي وهد حيلك شاضلوع حسين شو تسوي لك واحد ايدك تمر عليه ومتت وعلي ضلع واحد اثنين اربعة قلبوه قلبوه الحوافر اللي زينب شو تقول؟ تقول ركبت خيلها وقامت تهشمه تهشمه ولا خلت ضلع ضلع سالم بجسمه يا يمه يا بجسمه يا بس خلت يسيل حسين دمه. بيت الدعاء زينب تقول بالله عليكم هالخيل العشرة اللي صعدت على جسم أخويا يمكن أسألهم سؤال؟ سؤال شويش؟ أرد أنشد الخيالة الخيالة المجبلين بويا المجبلين اللعبة على ابن أمي ميادين يا ويلي ميادين ميادين بعد يون يون لو بطل حسين هالحوافر أسألكم خلت بي ذرة ونة يلا عدل ونة اي بعد يون لو با اي والله لو بطل حسين أطم يا أبويا كم لحظة على حب المعصومة بأبي وأمي سلام الله عليها مقضية الحوائج وللمرضى كون خليها للمعصومة الليلة وباشر الزهراء نختم بيها نخوة يا اخت الرضا المعصومة نخوة يا اخت الرضا نخوة يا اخت الرضا المعصومة أخت الرضا المعصومة أوسم أوجع نخوة يا أخت الرضا المعصومة أوجع صدرك أوجع نخوة نخوة يا أخت الرضا المعصومة على بابك يا الجليلة واقفي على بابك يا الجليلة واقفي عندنا حاجات وانتي تعرفين وهالقسم وهالقسم يا فاطمة بجاه الحسين وهالقسم يا فاطمة اقسم وهالقسم يا فاطمة وجاه عباس الوقع بالحومة نخوة يا اخت الرضا المعصومة ثلاثا ثلاثا نخوة يا اخت الرضا المعصومة تنقضي حاجاتنا كلنا نريد نخوة بالمظلوم بوليم الشهيد بالعزيز حسين مقطوع الوريد بالعزيز حسين مقطوع الوريد
بجاه نحر الطاهرة ودموما نخوة يا أخت الرضا نخوة يا نخويا المعصومة هذه حزتك نظرة نخويا المعصومة هذه حزتك وإحنا ما شفنا محتار بحضرتك دخيل بالمسبية زينب عمتك دخيل بالمسبية زينب عمتك إيه تتفرج تنفرج عن كل موالي هموما نخويا هذه ايامي وايام البتول اي والله هذه ايامي وايام البتول رافعين جفوفنا بدمع هامول يا متى صحنك يا مولات الوصول يا متى صحنك يا مولات الوصول بجاه امك فاطمة المظلومة نخويا لا تخجل لا تخجل نخويا اشكي لك احوالي وانت العالمة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة صوتك شيعي فاطمة اقسم بهامة علي اقسم بهامة علي وفيض الدماء بجاه امير المؤمنين او يوما اخويا اخت الرضا ما يخيب ما تخيب والله ما يخيب اللي طلب باسمك ما يخيب يا كريم ويا البعيد ويا القريب عندنا مرضى ولا لهم طبيب عندنا مرضى ولا والسجين اللي ما ندري علومين اخويا نخوان بيت الدعاء ها اي انتخي باسمك وانادي بدمعتي انتخي باسمك وانادي بدمعتي فاطمة المعصومة عندي حاجتي وطلبي من الله يفرج شدتي وطلبي من بالحسن وبكبدته المسمومة نخويا نخويا اخت الرضا نخويا توسلوا بجاهها بحقها فإن لها قدر من القدر وشأن من الشأن وعظم من العظم بأبي وأمي إنا توسلنا واستشفعنا وتوجهنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ثلاثا يا وجيهتان يا الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهتان عند الله
سيدتي اشفعي لنا عند الله بحق أبيك باب الحوائج وبحق أخيك علي بن موسى، إلهي بحقها عليك شافي كل مريض، أقضي كل حاجة، يسر كل أمر عسير، إلهنا فرج عن كل مكروب، إلهي واقضي دين كل مدين، سهل ولادة كل متعسرة، ارزق المؤمنين والمؤمنات الذرية الصالحة يا الله، تقبل من المؤسسين أعمالهم شافي مرضاهم، اقضي حوائجهم ارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات شيعة أمير المؤمنين، الكل مدعو على بركة كريمة آل البيت وعلى مائدة الزهراء بأبي وأمي. إلى أرواح الجميع رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. يا بل حسن قلت حاضر الشدد بنتك أنا وضحت بالعظيم الأشد. بويا يا بل حسن قلت حاضر الشدد بنتك أنا وضحت بالعظيم الأشد. احضر احضر إلي ما بقى لي أحد، احضر احضر إلي ما بقى لي أحد، لا حسيني.